المسألة الرابعة، ونحن هون قبل ما نحكي عن المسألة الرابعة بالمسألة الثالثة بهذا الجدول، أضفنا هون الاحتياطي القانوني هو عبارة عن 250 مليون ضرب 20%، هاي 250 مليون ضرب 20%. أضفنا هون إن المكافأة، هاي العمليات الحسابية ما كانت مذكورة قبل، أضفناها. أضفنا هون إن المكافأة 25 على 125 من الرصيد اللي فوقها، لأنه هي 25 على 100 من الرصيد اللي تحتها. أضفنا هون إنه هدول 50%، 30%، 20%، وحكينا ليش، إنه هيك نسب رأس المال 50%، 30%، 20% من هذا الرصيد أخذناهم. هلا نحن عم نعمل التوزيع الإضافي، أخذناهم من هذا الرصيد. نحن حكينا عن هالشي بس إنه ما كانوا مكتوبين هون قبل، زدناهم. المسألة الرابعة، فيما يلي العمليات المالية بين شركة توصية بسيطة والشريكين فيها خلال شهر حزيران نون. في 1/6 سحب أبيض بضاعة لمنزله تبلغ تكلفتها 1,500,000 أشتي. طبعا لما يكون عم بيقول لي تبلغ تكلفتها، يعني هو بيسحبها بالتكلفة، إنه طالما إنه هو ما أعطاني إلا التكلفة، هاي المبلغ اللي بدي أنا أستعمله. هو بالعادي هذا اللي بيصير. فعملنا قيد من حساب جاري الشريك أبيض إلى حساب مبيعات البضاعة، حطينا 1,500,000 مبيعات البضاعة، حسبنا عليها 11%. مين قال 11%؟ قال لي هون إجراء القيود في يومية الشركة إذا علمت أن، هون بدنا نزيد، إذا علمت أن الشركة خاضعة للضريبة على القيمة المضافة وتبيع سلعا كلها خاضعة للضريبة. طيب إذا قلنا إلى حساب مبيعات البضاعة 1,500,000، إلى حساب ضريبة القيمة المضافة المحصلة على تسليم السلع 165,000، يكون من حساب جاري الشريك أبيض المجموع. جعلنا الشريك أبيض مدينا بالتيتي سي بتاع البضاعة، لأنه البضاعة التي يسحبها الشريك تعتبر مباعة له، مباعة له بالتكلفة كما هو الحال في مثالنا وكما هو الحال في كثير من الأمثلة. طيب هذا 1/6. في 2/6 سحب أبيض لمنزله آلة ناسخة مشترات في 1/7 نون ناقص 2 بتكلفة 6 مليون مستهلكة بمعدل 20% سنويا لغاية 31/12 نون ناقص 1، وقد سجلت عليه بقيمتها الدفترية الصافية شاملة الضريبة. لكن هالمرة ساحب أصول ثابتة أبيض. لما يكون ساحب أصول ثابتة أنا بحاجة لثلاث قيود، بسحبه للبضاعة أنا كنت محتاج قيد واحد، بسحبه للأصول الثابتة إذا كان هذا الأصل الثابت أمورتيسابل قابل للإهلاك كما هو حال الآلة الناسخة، فمحتاج لثلاث قيود. أول قيد محتاج استكمل استهلاكه لهذا الشيء اللي سحبه من أول السنة لغاية ما تاريخ ما سحبه. يعني نحن ب2/6، يعني مرق من السنة 5 أشهر. طبعا ما حقعد أحسب أيام أقول له والله في بعد في 5 أشهر وواحد من شهر 6، لا مش محافظين يعني. فحنقول مرق من السنة 5 أشهر، فحقول استكمال الاستهلاك هو عبارة عن 6 مليون ضرب 20% ضرب 5 على 12 يساوي 500,000. هو قال إنه 5 أشهر، عفوا هو قال إنه 20%، هو قال مستهلكة بمعدل 20% سنويا. طيب عملنا له بقى استكمال عن 5 أشهر. كيف بنعمل هذا قيد الاستكمال؟ من حساب مخصصات استهلاك للتشغيل إلى حساب استهلاك أدوات مكتبية ومعلوماتية ب 500,000. هيك استكملنا استهلاكها. طيب القيد الثاني إنه اقفلها الأدوات واقفلها استهلاكها، وحط الفرق بينه وبين استهلاكها بحساب اسمه القيمة الدفترية للأصول الثابتة تفرق عنها، اللي هو أحد حسابات الأعباء. أنا عارف قد إيه بدي أقفلها، هي 6 مليون، بدي أقفل 6 مليون، بس الاستهلاك قديش؟ بدي أقول إنه هي مشترات ب1/7 نون ناقص 2، والسحابة هو ب2/6 نون، يعني استهلاكها بالسنة النون ناقص 2 محسوب عن 1/7، يعني محسوب على 6 أشهر، بآخر السنة النون ناقص 2 حسب عن 6 أشهر، بآخر النون ناقص 1
انحسب عن سنة كاملة، صاروا سنة وست أشهر، سنة ونص. يعني هون 12 شهر وهون 6، يعني صاروا 18 شهر. بسنة النون اللي احنا فيها استكملت انا الاستهلاك عن 5 اشهر، فكان صار في عندي 12 ست اشهر بالواحد سبعة، 12 شهر ست اشهر عفوا بالنون ناقص اثنين، 12 شهر بالنون ناقص واحد السنة اللي وراها، وخمس اشهر بالسنة اللي احنا فيها، يعني صاروا 23 شهر. خليني اشوف شو كاتب لي هون القصص. قال لي وهكذا يتم الاستهلاك 23 شهرا، 6 اشهر في سنة النون ناقص واحد، 12 شهر في سنة النون ناقص اثنين، وخمس اشهر في سنة النون. 6 و12 هي 18، و5 23، 6 لانه واحد اعتبارا من 1 7 لاخر السنة، 12 لانه سنة كاملة قطعت، 5 اشهر لانه انا سحبتها بكام، هو سحبها يعني الشريك بقصد، كان مارق 5 اشهر بالسنة واللي نحن ديجا استكملناهم بقيد. يعني قد ايه بيكون الاستهلاك اذا صار محسوب عن 23 شهر؟ 6 مليون ضرب 20% ضرب 23 يساوي 2,300,000، هيك بيكون صار الاستهلاك. فانا حاجي اقفلها بجعلها دائنة ب6 مليون، حأقفل استهلاكها بجعله مدينا ب2,300,000، والفرق بين قيمته واستهلاكه، طبعا اقفل الاستهلاك بجعله مدين لانه هو حساب دائم، اقفل الادوات بجعله دائنا لانه هو حساب مدين، الفرق بين الادوات واستهلاك الادوات يتم تسجيله في احد حسابات الاصول الثابته، عفوا احد حسابات الاعباء اللي هو القيمه الدفتريه الاصول الثابته المتفرغ عنها اللي هو 3,000,000. طيب اوكي، هي قيمتها الدفتريه الصافيه 3,700,000 وفقا للدفاتر، هي بعد في من قيمتها 3,700,000 بعد ما استهلكت من بمليونين و300,000. هو بدي اسحبها، يعني بدي اسجل عليه، يعني بدي اعتبره اشتراها. قال لي وقد سجلت عليه بقيمتها الدفترية الصافية شاملة الضريبة. نحن عادة مثل ما بنعرف من بيع الأصول الثابتة، إذا أنا بدي بالإضافة لقيد الاستهلاك، قيد استكمال الاستهلاك إذا هي انباعت خلال السنة مش بأولها، قيد بيع الأصول الثابتة لابد له من قيدين، بيع الأصول الثابتة لابد له من قيدين، قيد للقيمة الدفترية وعملناه اللي هو الفرق بين قيمة هذا الأصل تكلفته قيمته غير الصافي والاستهلاكه لغاية التاريخ اللي عم تصير فيه عملية البيع أو عملية السحب أو عملية الاستبدال أو عملية أي شيء. هذا القيد الأول، والفرق بيناتهم بينحط بشيء اسمه القيمة الدفترية للأصول الثابتة المتفرغ عنها. القيد الثاني بتاع بيع الأصول الثابتة أو سحب الأصول الثابتة أو نحو ذلك، بده يكون في شيء اسمه إيرادات التفرغ عن الأصول الثابتة. هي الأصول الثابتة اللي هي قيمتها الدفترية 3,700,000، قديش انباعت؟ هلا هون عم بيقول لي اعتبرها انباعت بهذه القيمة، القيمة هي ذاتها. هلا لو كانت بيع حقيقي لحدا من خارج شو اسمه، انه الشريك سحبها، كان يتفق معه على قديش بده يشتريها، بس هو سحبها اخذها على البيت فسجلوه عليه بقيمتها الدفترية الصافية. إذا إلى حساب إيرادات التفرغ، وهذه بما إنه سحب الأصول الثابتة اعتبرناه بيع الأصول الثابتة، وباعتباره بيع الأصول الثابتة فهو عملية خاضعة للضريبة، حسبنا عليها 11% ضريبة إلى حساب ضريبة القيمة المضافة المحصلة على مبيع الأصول الثابتة، وجعلناه مدينا بالتي تي سي بتاعها اللي هو 3,700,000 وال 11% على 3,700,000، جعلناه مدينا ب 4,107,000. إذا لما الشريك يسحب أصل ثابت خلال السنة، وهذا الأصل الثابت اللي سحبه قابل للإهلاك، فأنا بحاجة لثلاث قيود إذا كان قابل للإهلاك. القيد الأول استكمال الاستهلاك من بداية السنة
لغاية تاريخ السحب، واللي هو عبارة عن تكلفة الأصل ضرب معدل الاستهلاك ضرب عدد الأشهر على 12، أو عدد الأيام على 360 إذا ما كان في أحسنهم بالأشهر. طيب عملنا هالشي، فبهالشي المبلغ طلع اللي هو 6 مليون ضرب 20% ضرب 5 على 12 طلعوا 500 ألف. عملنا من حساب مخصصات استهلاكات للتشغيل إلى حساب استهلاك أدوات مكتبية ومعلوماتية ب 500 ألف. القيد الثاني لإظهار القيمة الدفترية، ما هي القيمة الدفترية؟ هو الفرق بين الأدوات المكتبية، بين القيمة غير الصافية للأدوات المكتبية وبين القيمة غير الصافية للأصل واستهلاك هذا الأصل لغاية التاريخ اللي عم بيصير فيه الاستبدال، أو لغاية التاريخ اللي عم بيصير فيه السحب، لغاية التاريخ اللي عم بيصير فيه البيع. واللي قلنا نحن انه لغايه التاريخ بيكون صار قاطع 23 شهر، فحسبناهم 6 مليون ضرب 20% ضرب 23 شهر طلعوا مليون و300 ألف. اقفلنا هات مليونين و300 ألف من حساب الاستهلاك، اقفلنا الادوات ب 6 مليون وحطينا الفرق بين القيمه الدفتريه للوصول للثلاثه وتفرغ عنها. هذا القاعدة الثاني. القاعدة الثالث لإرادة التفرغ، لو كان هون مش عملية سحب، كان هو بده اللي بديش نبيع الأدوات اللي اشتراها بدي أخذها. هو بما له هو هي عملية سحب، يعني هي مش بيع حقيقي، هو كل اللي صار انه فكه من الشركة راح ركبها عنده بالبيت، هي مش عملية بيع بكل معنى الكلمة يعني، بس هي تسجلت بيع لأنه هيك تعامل محاسبيا. ف تسجلت عليه بقيمة الدفترية الصافية مثل ما هن اشتغلوا الجماعة، اللي هي 3 مليون و700 ألف. اعتبرناه اشتراها ب 3 مليون و700 ألف، بس سجل عليه ضريبة TVA 11%، فطلع سجل عليه بالجانب المدين 4 مليون و107 ألف. هاي بالنسبة للعملية اللي بي ستي. هلا في 4/6 سدد أبيض بشيك على حسابه في البنك ثمن آلة ناسخة اشترتها الشركة بمبلغ 19 مليون و980 ألف. لكن كان ساحب الشركة الآلة الناسخة القديمة أبيض، لأنه ناوي يجيب للشركة آلة ناسخة جديدة، وجاب ب 19 مليون و980 ألف TTC. طبعا لما يكون تي تي سي ومعدل الضريبة 11% بده يقسم، حتى اعرف الاشتي بده يقسم هذا المبلغ على 1.11، فاذا قسمناه على 1.11 بيطلع 18 مليون. من حساب ادوات مكتبية ومعلوماتية 18 مليون، من حساب ضريبة القيمة المضافة على الاصول الثابتة المستعملة في عمليات تفتيح الحسم. مين قال في عمليات تفتيح الحسم؟ لانه هو قال لي انه هن كل النشاط اللي بيمارسوه، وانا قال لي هالكلام فوق، اللي هو ان كل النشاط اللي بيمارسوه يتيح الحسم. مين قال الكلام؟ وتبيع سلعا كلها خاضعة للضريبة، يعني ما عنده النشاط لا يتيح الحسم يا جماعة، لأنه كل السلع اللي بيبيعوها خاضعة للضريبة. طيب إذا من حساب ضريبة القيمة المضافة المدفوعة على الأصول الثابتة المستعملة في عمليات تتيح الحسم 1,900,000، إلى حساب جاري الشريك أبيض، لأنه هو اللي دفع الفاتورة 19 مليون و980 ألف. دين الشركة 19 مليون و980 ألف، كان يعني الزلمة ساحب الآلة الناسخة بس اشترى بدالها. طيب عظيم. عم بيقول سدد أبيض بشيك على حسابه في البنك رصيد المورد أسمر البالغ 6 مليون. لكن أبيض سدد لأسمر 6 مليون رصيده، بس هو اللي سدد له يعني منه هو، مش من حساب الشركة، فمن حساب المورد أسمر إلى حساب جاري الشريك أبيض، جعل دائن شريك أبيض لأنه هو من حسابه دفعهم، جعل المورد أسمر مدينا. طيب عمولة بمبلغ 1,054,500 لأحد السماسرة، هون بدنا نزيد إنه دفعها
دفعها الشريك أبيض شخصيا، هكذا تزداد هون، هو دفع هيك الجملة أنا كاملة، دفعها الشريك أبيض شخصيا. فحنقول لما يكون نحن دافعين عمولة لأحد الوسطاء، بنقول من حساب أجور الوسطاء، أحد السماسرة يعني، من حساب أجور الوسطاء. هلا بما أنه هو دفع الشخص الشريك أبيض، فجعلناه دائنا بالقيمة. إذا العمولة المدفوعة لسلاسلة البيع لوسطاء البيع تسجل في حال في حساب أجور الوسطاء. وبما أن الشريك هو الذي دفعها، يا إما دفع هو نقدي أو دفع عمل شيك على حسابه هو بالبنك، فإلى حساب جاري الشريك أبيض. عم بيقول سدد أبيض نقدا فاتورة الكهرباء الشركة البالغة 832.500 تي تي سي، وفاتورة كهرباء منزله البالغة 114.300 ليرة لبنانية كمان تي تي سي، 144.300 تي تي سي. أكيد أنا إنه بيكون أبيض مد إيده على جيبته ودفع فاتورة كهرباء بيته، هاي الجزء من الموضوع ما بيهمني. إنه أنا كشركة ما بيهمني إنه أبيض، إنه ولا يفترض يكون معي خبر أساسا، إلا إذا الفاتورتين إجوا على الشركة وأنا بعتت له إياهم، يعني أنا كمحاسب بعتت له إياهم وقال لي إنه أوكي ندفعهم. هلا اللي صار هون إنه نحن كمحاسب بعتنا له إياهم بس ما قال ندفعهم، هو دفعهم. طبعا انا كمحاسبي بالشركه بهمني هذا الجزء، بهمني الفاتوره اللي دفعها وهي كان لازم الشركه تدفعها، فحسجلها. هلا 832 و500 تي تي سي، يعني اذا قسمناهم على 1.11 بيطلعوا 750,000. 750,000 بنحطه بحساب شراء كهرباء، التي في ار اللي عليهم نحطه بضريبة القيمة المضافة المدفوعة على الأعباء المستعملة في عملية تفتيح الحسن، وإلى حساب جاري الشريك أبيض 832 و500. طيب كان فاتورة الكهرباء اللي دفعها هو سجلنا بجانب المدين كأنه نحن دافعين، يعني من شراء كهرباء ومن ضريبة، بس بجانب الدائم لا قلنا إلى حساب الصندوق، ولا قلنا إلى حساب البنك، ولا قلنا حساب المورد فلان، قلنا إلى حساب جار الشريك اللي دفعها اللي هو أبيض. أما فاتورة الكهرباء بيته فما يلزمنيش. يعني في 13/6 تبرع أبيض نقدا بمبلغ مليون نظير اشتراكه في مبادرة تجار المنطقة لإسعاف. طبعا هو إسعاف مش بمعنى إنه مصاب هو بياخدينه على المستشفى، إسعاف بمعنى مساعد، لإسعاف تاجر تعرض متجره للكسر والخلع والتخريب والسرقة، وطلب من المحاسبة، مش التاجر اللي طلب، الأبيض اللي طلب، طلب من المحاسبة تسجيل تبرعه في أعداء الشركة. لكن الأبيض بما أنه شخص كريم طيب الخلق، كانوا تجار المنطقة عم يعملوا لمية إنه في واحد منهم تعرض للي تعرض له، فطلع على كل تاجر يدفع مليون لحتى يساعدوه لهذا الشخص يرجع يكفي تجارته. كل تاجر من تجار المنطقة طلع عليه مليون، هو دفعهم، مد إيده على جيبته أبيض، شال 100 مليون ودفعهم، وقال له للشركة، يعتبروا انه الشركة اللي تبرعت، مش انا اللي تبرعت، مش انا شخصيا، يعني اعتبروني دينت الشركة مبلغ التبرع. هو وين قال هذا الشيء؟ قال له انه هو، قال هو كان فيه ما يخبر المحاسبة ويعتبر انه هو تبرع شخصيا، بس هو قال وطلب من المحاسبة تسجيل تبرعه في اعباء الشركة. اذا التبرع بينحط بحساب هبات الى حساب جاري الشريك ابيض مليون. طيب
عظيم. سحب أبيض بشيك على حساب الشركة في البنك، فكان مد إيده شال دفتر شيكات الشركة وعمل شيك ب 4,995,000 ثمن دراجة لنجله، دراجة لأبنه ب 4,995,000. طيب أنا لما يكون شاري لأبنه لبنته لمرته لأخته لحدا من العيلة، ما بيلزمني أعرف شو اشترى، دراجة ولا مش دراجة، ما بيلزمني الموضوع، بيلزمني إنه هذا استعمله هو لحاجاته الشخصية أو لعائلته. فالمبلغ الذي يستعمله الشريك لحاجاته الشخصية أو لعائلته أنا أعتبره إنه تدينه. فقلنا من حساب جاري الشريك أبيض إلى حساب البنك مسحوبات نقدية لأبيض من حساب الشركة في البنك. أنا ما قال لي شراء دراجة لنجلة، لأنه ما كتير بهمنا نحن كمحاسبة إنه ليش أخذني. طيب نحن عرفنا هون إنه الثمن دراجة لنجلة لحتى نعرف إنه نحن ما خصصنا يعني. في 20/6 سحب أبيض من الشركة نقدا 5,850,000، كمان هالمرة رجع، هالمرة لا طلبوا النقدي، قال لهم لا، قال لهم جيبوا لي على المكتب 5,850,000، أخذوا له على المكتب 5,850,000. فعملنا قيد من حساب جاري الشركة أبيض إلى حساب الصندوق 5,850,000 مسحوبات نقدية لأبيض من صندوق الشركة، جعلناه مدينا بالمبلغ اللي سحبه طالما انه هو نقدي اتخذ من الصندوق الى حساب الصندوق. قدم ابيض سلفه نقديه بمبلغ 12 مليون لمدير المبيعات في الشركه لمساعدته على اقامه حفل زفاف ابنته، على ان يخصم هذا المبلغ من رواتب 12 شهر بالتساوي. يبدو انه ابيض حسب المعطيات اللي هون انه رجل خير، بعد ما كان تبرع على زميل لإله بمليون، اليوم في عنده موظف بده يزوج بنته، قال له هاي 12 مليون انت سددهم براحتك على 12 شهر. فهو ابيض مش الشركة، بس طبعا نحن بدنا نسجل هذا الموضوع باعتبار انه هذا سلفي على الراتب، وطالما انه سلفي على الراتب يعني نحن بخصنا كشركة، مش بين ابيض والموظف يعني. فاعتبرناه انه سلفي على راتب الموظف وتديناه نحن، يعني نحن كمحاسب اعتبرناه سلفة على راتب الموظف ونحن تديناه من ابيض، يعني نحن مدينين، نحن كشركة مدينين للموظف ومتدينين من ابيض. فسجلنا من حساب سلفات دفعات المستخدمين الى حساب جاري الشريك ابيض سلفة على الراتب لمدير المبيعات 12 مليون. جيد، قدم أبيض سلفة نقدية شخصية لأسود بمبلغ 11 مليون. من هو أسود؟ يعني هو الشريك الثاني. الشريك الثاني بالشركة، هو مش مذكور إنه الشريك الثاني اسمه أسود، بدنا نزيده. طيب ما بيلزمنا نحن كمحاسبة هذه المعلومة، إنه شريك قدم سلفة إلى شريك آخر، نحن كمحاسبة الشركة خارج اللعبة، فما رح نعمل شيء. في 30/6 استحق لأبيض راتبه الشهري البالغ 9 مليون. شوف هذا التسرع كيف بيصير، إنه نحن هذه العبارة معودين عليها، معودين عليه انه اوكي استقل، هو انه ما بيسحبوا ايلد وتجري عادة على اثبات استحقاق راتب الشريك، فبنقول 9 مليون من حساب راتب الشريك ابيض لمن مدينة الى حساب جاري الشريك ابيض، وبنكفي بننزل على 30/6. بس ما بننتبه انه قال على كفاية الجملة اللي هون مختلفة عن اللي احنا متعودين عليه،
قال ومن عادة الشريك أبيض، مش وليس من عادته، ومن عادة الشريك أن يقوم بسحبه فور استحقاقه وقد سحبه نقدا. لكن هون الجماعة صحيح هن بيسجلوا استحقاقه، بس بيرجع بيعملوا قيد تاني وراه لما يجي ياخده، هو بياخده بالعادي، فعملنا القيدين التاليين. من حساب راتب الشريك أبيض في المدينة إلى حساب جاري الشريك أبيض 9 مليون، ورجعنا عملنا قيد سحبناها 9 مليون من حساب جاري الشريك أبيض إلى حساب الصندوق 9 مليون. هذا القيد لتسجيل استحقاق الراتب، وهذا القيد التاني لياخده الراتب اللي تسجل استحقاقه. محاسبة الشركة صحيح هو الرجل اللي هو أبيض يعني بيسحب راتبه آخر الشهر، بس هن بيسجلوا استحقاقه وبعدين بيعملوا له قيد تاني بيسحبوه إياه. طيب كويس. يبلغ معدل الفائدة 10% سنويا على سلفة سبق أن قدمها الشريك أسود. بدنا نزيد هون الشريك لأنه هو ما قايل اللي فوق إنه هذا أسود شريك، اللي هو الشريك الموصي طلب عنده عنده شريكان يعني. للشركة قبل 6 أشهر بمبلغ 300 مليون استرجع أسود اليوم السلفة وفوائدها بشيك على البنك. يعني لك هني لما قدم السلفة، هذا مش اليوم، فأنت ما تهتم لي بالقيد تاع تقديم السلفة، هو ديجا مقدمها. أنت اهتم لي هلأ باللي عم بيصير اليوم، اليوم اهتم لي بقصة الفايدة واسترجعوا للسلفة. يعني احسب لي هالفايدة عن 6 أشهر 30 مليون ضرب 10% ضرب 6 على 12 ورجع رجع له المبلغ مع فايدته. طيب من حساب فوائد مدفوعة للشريك أسود دين المدينة إلى حساب جاري الشريك أسود 1.5 مليون. شو هني هال1.5 مليون؟ يعني 30 مليون ضرب 10% بيطلعوا 3 مليون ضرب 6 على 12 بيطلعوا 1.5 مليون. فسجلناهم من حساب فوائد مدفوعة للشريك أسود إلى حساب جاري الشريك أسود ب1.5 مليون. رجعنا سحبناه، رجعنا له السلفة مع فوائدها من حساب جاري الشريك أسود إلى حساب البنك 31 مليون 500. هو قال إنه دفعت بشيك وفوائدها بشيك على البنك. أوكي، هاي هي القيود. قال لي كمان بدي إياك تعمل لي إعداد حساب الشريك أبيض بطريقة الرصيد المستمر إذا علمت أنه كان مدينا أول الشهر بمبلغ 1,228,000. شو يعني طريقة الرصيد المستمر؟ الرصيد المستمر معناها انه مش انه انت تسجل العمليات وبعد ما تخلص تشوف لي قد ايه سعر الرصيد. بعد كل عملية، بعد كل عملية اعمل لي الرصيد. يعني اعمل لي عمود للمدين سجل فيه العمليات اللي عم تتسجل بجانب المدين للحساب، واعمل لي عمود للدائن سجل فيه العمليات اللي عم تصير بجانب الدائن للحساب، واعمل لي عمود او عمودين للرصيد. هلا أنا أمتى بكون محتاج لعمودين للرصيد؟ بالصندوق ما محتاج أنا عمودين للرصيد، لأنه رصيد الصندوق ما في يكون دائم، بيكون مدين دائما. الأراضي، الأبنية، الأدوات المكتبية، آليات النقل، الأثاث، مخزون البضاعة، ما في، ماني بحاجة لعمودين للرصيد، لأن هذه أصول، هذه حسابات رصيد ما بيكون إلا مدين. رأس المال، الاقتراض، ماني بحاجة لعمودين بالرصيد لأنه هذا الرصيد ما بيكون إلا دائن. بس حساب مثل هيدا جاري الشريك، جاري الشريك، حساب جاري الشريك، كمان بدنا نزيد كلمة جاري، حساب جاري الشريك هذا لا يعني رصيده في يكون اليوم مدين بكرة دائن أو بالعكس. وبالتالي لو انا عملت عمودين للرصيد يعني بيكون ارتب لي واوضح لي،
حتى انا اعرف شو عم بعمل والناس اللي عم تقرا وراي تعرف شو عم بصير. طيب اوكي، لكن نحن ببدايه الشهر كان مدين للشخص. وين قال انه كان مدين؟ هو قال كان مدينا اول الشهر يبلغ 1,228,000. اوكي، بعمود الرصيد المدين حطينا 1,228,000 يورو. هلا نحن بواحد ستة ملناه مدين ب1,665,000، كان مدين ب1,228,000، وهلا مدين ب1,665,000، صار مدين بالمجموع اللي هو 2,893,000. هلا باتنين ستة عملناه مدين ب4,107,000، كان مدين ب2,893,000، وهلا مدين ب4,107,000، يعني صار هون مدين ب2,893,000 زائد 4,107,000، صار مدين ب7,000,000. هلا بأربعة ستة عمل دائم ب19,980,000، كان مدين ب7,000,000، وهون دائن ب19,980,000، يعني انقلب من مدين لدائن، لأنه يعني مدين سبعة ودائن 19، صار دائن ب19,980,000 ناقص 7,000,000، يعني صار دائن ب12,980,000 كرصيد. طيب هلا نعمل دائن ب6,000,000، جمعناها للرصيد اللي فوق صار 18,980. نعمل دائن ب1,054,500، جمعناها مع الرصيد اللي فوق صار 20,034,500. نعمل دائن ب832,500، جمعناها صار 20,867. نعمل دائن بمليون، جمعناها صار 21,867. نعمل مدين ب4,995,000، كان دائن ب21,867، وهم مدين ب4,995,000، يعني الرصيد بعده دائن بس دائن صار بمبلغ أقل اللي هو 21,867,000 ناقص 4,995,000، صار دائن ب16,872,000. رجع نعمل مدين ب5,850,000، رجعنا طرحنا مرة تانية من هيدا الرصيد 5,850,000، صاروا 11,022,000. رجع نعمل دائن ب12,000,000، فصار رصيد 11,022,000 زائد 12,000,000. رجع نعمل دائن ب9، صار ده رصيده 23,022,000 زائد 9 32,022,000. رجع نعمل مدين ب9، رجعنا طرحنا هالتسعة، رجع دائن ب23,22,000. هذا لما يكون رصيد مستمر. بعد كل عملية يحسب الرصيد، إذا كان هو مبلشين مدين فالمدين بيزيد، بيصير بزيده والدائن بنقصه. هلأ من وقت ما ينقلب دائن، يعني هلأ انقلب من هون ورايح انقلب الرصيد دائن، فلما عم كفي صار الدائن بزيده والمدين بنقصه، لأنه يعني مثل ما قلنا جاري الشريك بيتحول بين وقته تاني من مدين لدائن، بيسوى يكون مدين بيسوى يكون دائن بأي لحظة. هذا بالنسبة للمسألة الرابعة.